بشتغل في مهنه المأذونيه من 7 سنين تقريبا. كنت الاول شغاله محاميه، اشتغلت فتره محاميه وبالصدفه شفت الاعلان في المحكمه ان مطلوب للقريه عندنا تعيين مأذون، ففكرت في الموضوع ولقيتها حاجه كويسه او حاجه جديده. انا بحب اجرب الحاجات الجديده او ما بقاش تقليديه في حياتي، فقلت اخد التجربه. فعرضت الامر على اهلي في البيت والحمد لله كان في منهم موافق وفي منهم كان معارض ان دي شغلانه رجاله وكده. فالحمد لله والدي الله يرحمه وقف جنبي وقال لي انا معاكي وقدمي وجهزي الورق بتاعك ونقدم. ايامها كان في من ضمن الشروط ان 20 شخص في البلد يرشحوني ان انا ابقى مأذونة عنهم في البلد. والدي طرح عليهم الامر ان ايه رأيكم الاستاذة ايناس تترشح للمأذونية. الحمد لله من السيرة الطيبة بتاعتنا قالوا ماشي مفيش مشكلة وحاجة حلوة وان هي تبقى مأذونة عننا، وراحوا معايا لحد مركز شرطة شبين الكوم ومضوا على طلب الترشيح بتاعي ان انا ابقى مأذونة عنهم في البلد. اول ما انا اشتغلت طبعا الناس كانت مستغربه ازاي بنت هتبقى مأذونة عن البلد، وده كان جديد عليهم كمان لان انا اول بنت اتعينت مأذونة في محكمه شبين الكوم الكليه مركز البندر، كنت انا اول بنت. فالموضوع كان الناس مستغربين جدا ازاي هتبقى مأذونة بنت هي اللي هتبقى عن البلد يعني هي المأذونة. الحمد لله انا اما اشتغلت يعني مهنه المحاماه كانت مجرأني شويه على القعده مع رجاله والشغل مع رجاله وكده، والحمد لله قدرت اثبت لهم ان انا قادره اعمل شغل الرجاله، ان الشغلانه دي مش شغلانه راجل بس، ان الست بتقدر تشتغل اي حاجه لو هي عايزاها. طبعا بقى وانا بشتغل طبعا بيقابلني مواقف كتير، مواقف فرح مواقف حزن، جواز يزعله طلاق يفرحه، حاجات غريبه مواقف مختلفه يعني الزواج كلها بتبقى على موضوع قائمه المنقوله. وفي ناس بقى في اطراح بقى بصراحه انا مبقاش عايزه اروح من عندهم، بيبقوا فرحه بجد جميله قوي ما شاء الله، بيبقى الواحد عايز تاني قاعد معاهم. في مواقف بقى بتحصل يعني واحده عندي اتطلقت كانت عايزه تغني ويعني قعدت تقنع جوزها طبعا ان هي عشان تغني فجوزها ما وافقش فطلقها. قعدت فتره اقنعته ان هي عادي خلاص مش هتسمع كلامه ومش هتغني وكده، والحمد لله رجعها. تاني يوم وانا بخلص الورق في المحكمه لقيته بيتصل عليا يقول لي يا استاذه ما تكمليش الورق دي عايزه تغني تاني، بس انا الحمد لله يعني اقنعته وقلت له طب اصبر شويه ومش وكده يعني، والحمد لله كويسين مع بعض. والله الفكرة بتاع المأذونة دي أول ما نزلت المية وقالوا المية كانت فكرة الناس مش يعني متقبلها في الأول، بس لما اشتغلت وعرفت الناس عرفتها وبقت شغلانة يعني كويسة وأحسن من الرجالة في الشغل الحالي. أول ما طلعنا لقينا المأذون كله رجالة، ودي لما جت ظهرت لنا قلنا التغيير حلو، طلعت مأذونة كويسة واحنا مبسوطين منها عموما يعني. بالنسبة للست المأذونة أول ما جت استغربنا الفكرة يعني، قلنا فيه مأذونة حريم، فبصينا لقينا مشيت وبقت كويسة وحبناها وهي ست محترمة وتقضي عملها على خير وقت يعني.